السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبة حسن من قناة هاند ميد. لو كنتي اول مرة اشوف القناة، اشتركي في القناة وفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. بسم الله، النهاردة هنعمل الانسيال ده. هنحتاج دي حاجات بتتباع كده بالجرام، في منها اشكال كتير، انت اختاري الشكل اللي يعجبك. انا هختار ده دلوقتي هشتغل بيه. وهحتاج مرمر، عقد مرمر هحتاج منه شوية اهو، وهحتاج خيط سنارة استك، شايفين اهو استك، وهحتاج فواصل وهحتاج مسمار. يلا نبتدي. وهحتاج ده اسمه جردل، هحتاج منه واحد. يلا نبتدي. بسم الله، هنعمل هنقطع استك، حتة استك كده قطعتين قد بعض بس كبار شوية. هنعمل ايه اهو، ندخل الاستك كده ونشتغل كده اهو. هنحط طربوش، خلي بالنا عشان الفتحة صغيرة، فاحنا نحاول ندخل عشان الاستك طبعا بيبقى مرن فمش بيساعد على ان هو يدخل، فانا هدخلها كده ثواني وارجع لكم. بصوا انا دخلته اهو، هو عشان خيط الاستك اللي معايا تخين شوية فعشان كده هو متعب، لكن هو هاتي انتي حاجة رفيعة. هنحط خرزاية اهو، شايفين اهو، ونحط طربوش تاني. هنحط بقى مرمر على مقاس ايدك بقى،
يعني مثلا هنحط 6 وحدات وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، حطيت اهو 6 الناحية التانية. هعمل زي ده بالظبط، هحط كده الاستك واعمله نصين واحط فاصل، خرزة فاصل، 6 خرزات وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، حطيت الستة التانيين بقى اعمل كده. بصوا واحنا بنحط الفواصل هنحط الفاصل الاولاني بندخل من بره، وبعد كده الخرزة، وبعد كده الفصل التاني بندخله من جوه عشان يدي الشكل المقفول، يبقى مقفول كده اهو. هنربط، هنحط الاول البرميل ده، بعد كده هنربط كده 2 3 4 بص اهو ده بقى بندخله جوه البرميل ده اهو في الدايره. في برميل ذهبي برضو يعني بخلو الشكل واحد. هنجيب ايه؟ ممكن نعمل شكل زي الجنيه ده، وانا هعمل برج ايفل ده. بصوا هنجيب الزرة ده وافتح وحط البرج ايه اهو. لو الفيديو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة، ولو في اي حاجة سيبولي تعليق. وشكرا يا بنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.